اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن نتكلم عن حياتنا في بلدنا وعشنا أيام سعيدة، وكلنا أغلبنا أقارب، وكنا قبل ما بدأت حياتنا نحن كنا 4 5 سنين يعني أو 6 سنين بدأنا ندخل المدرسة. المدرسة كان عندنا شيخ اسمه الشيخ حمدي من دمشق، دمشقي، لكن هذا الرجل كان رجل نشيط وحريص على كل الطلاب اللي معه هو. ونحمد الله ونشكره انه مضت هالايام، وكان رفقاتي اغلبهم من قرايبنا نحن، ابو محمد انيس ومراد الله يرحمه، هذا توفى كمان من بيت ابو مراد، وسعيد احمد سعيد بهاجر كمان هذا ابن عمنا، وكل اغلب جيراننا كانوا قرايبنا نحن، وحمدنا الله وشكرناه. وبعدين كبرنا شوي صرنا نمشي مع اهلنا ونساعد اهلنا وياخذونا على الحقل وعلى على البيدر وعلى كل ما هو يتوجب واجبات ايجابيه اتجاه البيت. وكل الناس ونعز نحن الناس وما نفتريش احدا ابدا، كمان كلنا نقدم كل ما عندنا من محبه واخلاص للناس كليتها. وبعدين كبرنا شوي كمان رحنا على الكويت. الكويت انا بداية، والكويت بعد بداية كمان، ما كانش كانت مستعمرة، هي كانت استعمرتها بريطانيا. قعدنا حوالي 2 سنين باستعمار الكويت عند بريطانيا، ودخلنا في عمل اسمه الخطوط الجوية الكويتية، وهن بعد البريطانية مسكين الكويت، قالوا في طلبات هونيك، وانا رايح جديد بعدني، رحت محل الناس اللي راحوا، في مسؤول بريطاني قال له بده ينقي الموجودين، نقاني ابو الواحد ويعلم الله انه كيف. في واحد كمان فلسطيني كاين كبير هونيك عندهم وهن بفلسطين، واجى هذا بعد اشتغل هون معهم شوي، قال لهم هذا لبناني بيشتغلش معنا، في معنا فلسطينيه وبيختلف مع الفلسطينيه. ما حكاش، قال له هذا الرجل البريطاني انجليزي، قال له مش شغلك اسكت، قال لي بكره بتجي خلص الك شغل. جيت ثاني يوم وقف لي هو بالطريق كمان، قال له لا كشوا منه، مع انه كان يحترمه لانه كان معهم زمان قديم هن بفلسطين. دخلت وبدات الحياه بالعمل، واشتغلت بالخطوط الجويه الكويتيه. الخطوط الكويتيه اسستها بريطانيا، ولما قعد بعد 2 سنين وخلصوا، الكويتيه دفعت الثمن للبريطانيين، ما خلتهم يزعلوا، اعطوهم البدنية وخلوا لهم كل شيء بالخطوط. وكان شغلتي انا فيها اسمه قسم التموين، مثل بدائره واحده نحن اللهم صل على النبي، البنات اللي بالطائره اللي بيخدموا بالطائره، فاهم؟ هن بالجو ونحن بالارض، شو ما بيتطلب منا نحن منطلع الطيارة، وإلا للطيارة باب خاص للتموين، بننزل اللي جاي من برا ونعطيهم اللي طالع من عندنا. وعد مثلي كبيري، وكانت محبة مع الناس، والناس كلها أغلب الناس هذه أغلبها كانت فاهمين، الناس هذه اللي كنت أنا معاهم. على كل حال أنا أخذت درس من حياتي منهم، لأنهم كانوا عندهم خبرة أكثر منا نحن. كم سنة قضيت؟ قضيت أنا 40 سنة بالكويت، رحت 1959 وجيت 1999، هذا 40 سنة. رجينا على بلدنا، صار عمري 60 سنة، أنا أحلوني على التقاعد، أحلوني على التقاعد، وجيت بعد صار عمري 60 سنة أحرمنا على التقاعد، وجيت على بلدي وعشت في بيتي ببلدي مع أهلي وأولادي، وحمدنا الله وشكرناه وتمنينا الخير للناس كليتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.